حتى انتوما يمكن اللي كنت تبرمجوا شهادة تي في على نايلسات في التلفازة عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني ورا ما يحتاج شي، تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في، دخل المنيو من بعد انستالاسيون، تأكد باللي عندك نايل سات، دير غوشيرش اوتوماتيك، ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. رمضان جوستومون هذه تايا كنت تكلمتي عليها وعطيتي واحد التشبيه اللي عجبني بزاف. رمضان داير بحال الطبلة ديال الفطور سبحان الله العظيم في التلفاز. تماما. حاطين كل شيء في التلفزيون ودائما هذا دائما كان حساب ديالي واحد شويش على القنوات، كنجو بزاف في رمضان وكنخليو العام خاوي وعاشوا عدة تجارب ديال الأعمال اللي تم البث ديالها في رمضان ولكن نسب المشاهدة ما تبعتش تمت الإعادة ونسب المشاهدة تعاد. علاش دائما كنبقاو مصرين انه دابا التجربه هي عارفينها وعارفين عاشوا بزاف ديال الحوايج، علاش دائما مصرين انه نوصي في رمضان خصنا نجمعوا السيت كوم والدراما والضحك؟ علاش؟ علاش هذا السؤال خصو يطرح للقنوات على نوع البرمجه ولي ديسيدور ديال البرمجه؟ كنظن هي مساله ماركتين وتابعين لي زانونسور وكل المستشارين. لا المستشارين عمل هذا العمل وغتدخل فيه تيل برودوي الاخر يانونسي في هذا العمل اي دوكو يمكن هذه هي العمليه اللي وهذه راه ماشي في المغرب، راه في جميع الدول تقريبا العربيه، مصر لا في العالم نقولوا الاسلامي ما كاين رمضان غيكون هذا لو فينومين هذا ديال ان الناس راه جالسين كيفطروا اذا خصنا نبيعوا، خصنا المستشارين خصهم يعملوا البلاسمون برودوي ديالهم وباش يبلاصيوه ما غيبلاصيوهش غير بوحدو يحطوه فوق في وسط شي عمل اون فيكسيون اي انسي دو سويت. دوكو لا سواري اي لونغ، ليله طويله، الناس سهرانين غنستفوا. راهي مسلسل راهي نسيتكم راهي هذوك ولا سواري كتولي شارجي كيف ما قلت بحال الطبله ديالنا ما كتعرفش شنو تاكل، واش تصبق بهذه ولا بهذه ولا بهذه في الاخر كتنوض. واش كتبان لك مزيانه للمبدعين مزيانه للناس اللي كتبدع اولا؟ لانه كنطيحوا عاوتاني في هذيك الزربه. كاينه الزربه وكاينه حتى اعمال كيف ما قلت يا رشيد ما كياخذوش حقهم في المشاهده لان كيدخلوا فهمتي نحط لك انا الرفيسه ولكن معها حط لك الحوت وحط لك الكرعين وحط لك ما تبقاش داك الرفيسه تقدر ما تبقاش تبان وسط داك الشيء يعني ما كتاخذش حقها في المشاهده الاعمال اللي كتقدر تكون جيده وسيرتو تطوروا بزاف لي تيليفيلم في المغرب ولاو كيديروا التيليفيلم بالقواعدات ديالهم زعما الا عطيتيه مده اطول وكانت اون برودكسيون ان بو بلو زيلفي في البيدجي تقدر تعطينا فيلم سينمائي يعني كيكون مجهود على مستوى السيناريو والاداء التصوير وداك الشيء يعني ولكن كيدوزوا في رمضان كيدوزوا ما كيبانوش وقتاش انا كنحصلهم حتى كنمشي نقلب في الاعادات من بعد اعادات من بعد ولا في اليوتيوب في اليوتيوب كنمشي نقلب على لي تيليفيلم كنلقى اعمال جيده جدا. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بقناه شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهده. شادة اول قناه فنيه بالمغرب.